السلام عليكم. نروح للمدينة تاع وهران لنقف على المشروع نتاع المجلس الولائي لمدينة وهران، واللي الهندسة نشوفوا هنايا الأشغال راهي تقرب من النهاية نتاعها، تبقى يعني المرحلة تاع التجهيز، وإن شاء الله كل الولايات نتاع الوطن يكون فيها منشآت رسمية خاصة لتمد الهيبة تاع الوطن وتساعد في تأسيس الدولة التي لا تزول بزوال الرجال، الدولة التي نحلم بها كلنا، وأن يعني الدولة هذه تكون بالهياكل أولا، يعني الهياكل لتمد الهيبة لهذه الدولة، وكذلك بالروح تاع العدالة والعدل ولو سيرفيس بيبليك وخدمة المواطن. نخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.